النهارده بقى في الجوله العاشره بدوري نايل هيواجه الاتحاد السكندري فاركو الساعه 7 مساء على استاد الاسكندريه، وخاض الاتحاد السكندري بقياده مدربه كابتن طارق العشري 7 مباريات وليه مباراتين مؤجلتان، وجمع 12 نقطه من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراه واحده. سجل لعيبه الاتحاد 10 اهداف واستقبلت شباكه 9 اهداف، وبيحتل حاليا المركز ال 11 في ترتيب جدول الدوري. اما بقى لو رحنا اتكلمنا عن فاركو اللي بيقوده كابتن خالد جلال، لعب الفريق 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراه واحده، خسر 6 مباريات، اتعادل في مباراتين، سجل لعيبته 8 اهداف واستقبلت شباكهم 14 هدف. بيحتل حاليا الفريق مركز ال 18 والاخير في جدول ترتيب الدوري. لسه مكملين كلامنا مع اخبار طبعا مباراه الاتحاد وفاركو. اعلنت لجنه الحكام باتحاد الكره طاقم التحكيم الاتحاد السكندري وفاركو، واسندت لجنه الحكام اداره مباراه الاتحاد السكندري وفاركو للحكم ابراهيم نور الدين ويعاونه اسامه السيد واحمد عبد المنعم شعبان، بينما بيتواجد احمد حمدي حكم رابع للمباراه، وبيتولى محمد نهاد مسؤوليه حكم الفار ويعاونه محمود وفا.